أكبر مؤسسة في البلاد، وأظن أن النقاش على النموذج التنموي ليس بالنقاش المرتبط فقط بالخطاب الملكية، ولكن مرتبط بمطالب متجددة للقوى الديمقراطية. وأنا أتمسك بالقوى الديمقراطية التي تحدثت منذ تسعينيات القرن الماضي على ضرورة ليس فقط طرح البدائل المرتبطة بالحركة الدستورانية أي تغيير الدساتير، ولكن طرحت مجموعة من البدائل المرتبطة بالبناء الاقتصادي في البلاد، بالبناء السياسي، وكذلك بالبناء الاجتماعي. وأظن أنه لنا الحق كديمقراطيين وكمنتمون للحركة الوطنية الديمقراطية، وأنا أفخر بهذا الانتماء، أن نقول أننا كان لنا السبق في طرح البدائل لطرح نماذج جديدة للتفكير، من خلال ليس الحديث عن التفاصيل بقدر الحديث عن المنطق الماكروفكري في المجتمع، الحديث عن الأمور الداعمة والأمور التي تؤطر البناء المجتمعي. فالنموذج التنموي بداية قراءة في أزمة المفهوم، لأنه نحن نعرف دائما أن الحركة السياسية المغربية للأسف هي تناقش المفهوم دون أن يكون لها وعي بمضمون المفهوم. العديد يتحدث عن النموذج التنموي، لكن للأسف حتى الفاعل السياسي في التلفزة المغربية لا يدرك ما مفهوم النموذج التنموي، لأن النموذج التنموي هو مصطلح دخيل على المشهد السياسي المغربي وعلى الحركة العلمية في علم السياسة، لأنه في علم السياسة هناك السياسة العامة وليس النموذج التنموي. لكن ارتباط النموذج التنموي بمنطق التفكير المغربي الذي يتأسس على كون الاقتصاد هو المحرك، وأنا أستعير أنه حتى البناء المجتمعي المغربي والبناء السياسي بدأ يعي ما خلفه ماركس بأن حركة المجتمع هي حركة تنطلق وتتأسس على الاقتصاد، وبالتالي أن البنية التحتية اللي هي الاقتصاد هي التي تؤثر في البنية الفوقية اللي هو التفكير، وبالتالي كان الاستعارة النموذج التنموي كمفهوم دخيل على البناء الفكري المجتمعي. لذلك فالنموذج التنموي بشكل عام هو الرؤية المجتمعية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وحتى بيئيا في منطق إيكولو هو لمجتمع ما. لذلك يجب أن نطرح التساؤل بمنطق تشخيص الهادئ جدا، هل نحن فعلا فشلنا في نموذجنا التنموي أولا؟ ثانيا، ما هي مقومات النموذج التنموي السابق حتى لا نبني نموذجا تنمويا حديثا يستلهم من فشل النموذج السابق؟ ثالثا، على أي أساس أن تكون أكبر فئة في المجتمع اللي هي الشباب والنساء خارج دائرة التفكير وخارج دائرة المشاركة، أولا في صنع القرار، وثانيا في محاولة بناء نماذج تراعي الخصوصيات واحتياجات هذه الفئات؟ بداية لابد أن أؤكد أن السياسة العامة في المغرب منذ خمسينيات القرن الماضي كانت تسقط في منطق النمطية، وكانت تسقط في منطق الحاجة، وكانت يعني يتم تغييرها حسب احتياجات الاستقرار السياسي، لأنه الأمور الجامعة والأهم داخل المجتمع أو داخل الدولة المغربية، وهنا يجب أن نميز ما بين الحكومة المغربية والدولة المغربية، وأنا أستعير مفهوم الدولة لأنني أعرف خصوصيات واختصاصات الحكومة. الدولة المغربية احتياجاتها الأساسية هو منطق الاستقرار، لذلك تغييرها النمطي منذ في مراحل مختلفة من الزمن السياسي المغربي كانت تتأسس على فكرة وحيدة هو ضمان الاستقرار. في الخمسينيات الاستقرار، ستينيات الاستقرار، سبعينيات الاستقرار، ثمانينيات، تسعينيات، وفي بعض الأحيان يكون النموذج التنموي قريبا من النموذج الاشتراكي، وفي أحيان أخرى قريبا من النموذج الليبرالي، بل أكثر من ذلك فقد استعارت الدولة المغربية في مراحل مختلفة من الزمن السياسي المغربي منطق المخطط اللي هو منطق اشتراكي محض رغم صراعها الأيديولوجي والفكري والسياسي مع المعسكر الاشتراكي في المغرب آنذاك. بالتالي الغرض الأساسي والأوحد هو ضمان الاستقرار. لذلك أنه اليوم عند الحديث عن النموذج التنموي، هل نكون نقول أننا فشلنا في منطق الاستقرار في المغرب الذي كان هو الغاية؟ أقول لا، المغرب كان من أكبر البلدان المستقرة في المنطقة، بل أكثر من ذلك أن استباقية النظام السياسي والدولة المغربية في صياغة مجموعة من الحلول، بل أكثر من ذلك في فتح أقواس مختلفة لمختلف الأعطاب السياسية في المغرب، وأعطي نموذج بالعطب الحقوقي الذي أعطى حق المبادرة للدولة المغربية بأن تدرك أنها
فشلت بل وأخطأت حقوقيا في زمن أسمته هي قصرا بسنوات الرصاص قبل أن يسمي أو تسمي الحركة الحقوقية. واليوم نفس الأمر، أعلى سلطة تعترف بفشل النموذج التنموي، أي هناك دولة تخطط بمنطق استباقي، وهذا أمر مهم. والرفاق والإخوة رغم أنهم يقولوا لي بين قوسين السيد، فأنا أحني هذا قوس مهم على أنني أوليغارشي وسط بروليتاريا، فأنا لست بأوليغارشيا بقدر ما أنني أحاول البحث عن المعرفة في زمن لا معرفة. فعندما نجد أن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في سنة 2011 طرح رؤية استراتيجية استشرافية للنموذج التنموي، بل أكثر من ذلك ربط النموذج التنموي بالسياسات العمومية للشباب. وهنا يجب أن نسترجع ونستحضر الخطاب الملكي لـ 14 أكتوبر 2017 عندما ربط فتح النموذج التنموي، ورش النموذج التنموي، بضرورة فتح ورش السياسات العمومية الموجهة للشباب. وهنا بيت القصيد في طرح التحديات. هل الشباب اليوم هو تحدي أم فرصة في المغرب؟ هو تحدي فعلا، لكنه في نفس الوقت هو فرصة في المغرب. كيف نحول هذه التحديات إلى فرص؟ لأنه أي نموذج تنموي اليوم لا يمكن بناؤه إلا بتشخيص من الشباب الذي هو أكبر فئة داخل المجتمع، وأي رؤية استشرافية للمستقبل لا يجب أن تكون إلا بالشباب ومع الشباب ومن أجل الشباب. وبالتالي هذا الربط بين النموذج التنموي والسياسات العمومية الموجهة للشباب لم يكن عبثيا بتاتا، بل أكثر من ذلك أنه يجيب على واقع التحديات التي يمكن أن نقول أنها تحديات المستقبل. أول تحدي هو تحدي الثقافة السائدة داخل المجتمع. العديدون يتحدثون اليوم عن واقع الثقافة المغربية، ثقافة العدم أو ثقافة الاستطبال. اليوم ما عندناش الوسط، إما شي واحد كيطبل كيقول العام زين، ولا عندنا شي واحد كيقول لك ما كاين والو. لكن اليوم يجب أن نطرح ثقافة المجتمع والثقافة السياسية داخل المجتمع في ظل أعطاب المدرسة السياسية الأولى اللي هي الأحزاب. وأنا أضم صوتي للصوت الرفيق والأخ سراج عندما تحدث عن ضرورة الأحزاب، لأنه لا تستقيم الديمقراطية إلا بالأحزاب. فأعطاب الأحزاب السياسية التي لا تقدم عرضا سياسيا في مستوى تطلعات الشباب، لا تقدم في إطار الماركتينج السياسي، لا تقدم الفضاء الأنسب والأرحب للتعبير للإبداع، الوجوه السياسية التي تطرح أمام الناس هي وجوه مستهلكة. كل النخب المطروحة هي نخب غير قادرة على التفتيات. أنا أتحدث بمنطق التعميم بقدر ما أتحدث بمنطق الأغلبية. وبالتالي اليوم أدى الأمر إلى عزوف حقيقي للشباب عن الفعل الحزبي وليس الفعل السياسي، والأرقام دالة على ذلك. والأرقام لا سي بي، 1% فقط من الشباب من يمارس السياسة، 5% فقط من له رأي في الحياة السياسية في المغرب، بل أكثر من ذلك أن 20% من المغاربة لا يؤمنون بتاتا بأمر اسمه السياسة. وبالتالي كل هذا الأمر يجب أن يجعلنا ندق ناقوس الخطر بأن مستقبل المغرب، مستقبل المغرب بشبابه، هو اليوم محط تساؤلات حقيقية. كيف سنبني هذا المستقبل في ظل أولا تحدي الثقافة السياسية، ثانيا تحدي وتحدي وجود إعلام. وأنا هنا يجب أن أحترم رجال الإعلام المخلصين، ولكن في نفس الوقت أنا تنطرحي في الشبيبة الاستقلالية قلت بأنه نهار اللي كان عندنا التباصل جميع رجالات الإعلام كتبوا على التباصل، ولكن لما درنا وثيقة المؤتمر الفكرية التي تطرح البدائل، وطرحنا نقاش حول الملكية البرلمانية، طرحنا نقاش حول الحقوق الثقافية، وطرحنا نقاشات عميقة جدا، لم يكن هناك أي تغطية للأمر. وبالتالي اليوم من يريد أن يزرع ثقافة المجتمع ويؤثر ثقافة المجتمع ويصنع الرأي العام، هو اليوم يصنع رأي عام تبخيسي في الحياة السياسية، بل أكثر من ذلك يتآمر على التغيير الحقيقي في المجتمع. واسمحوا لي أن أكون قاسيا بهذا الأمر كما كنت قاسيا على الأحزاب السياسية وأنا جزء منها. ثالثا المجتمع المدني اليوم، كيف تحدي المجتمع المدني؟ كيف نحول تحديات المجتمع المدني من مجتمع مدني يرتبط قصرا بالميزانيات والمنح إلى مجتمع مدني قادر أن يرفع التحديات؟ رابعا تحدي السوسيو اجتماعي في المغرب. اليوم الواقع السوسيو اجتماعي في المغرب مؤسف جدا، مؤسف جدا، لأن هناك مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي لا تبعد بأكثر من 10 كيلومترات عن العاصمة، بل من داخل العاصمة، اللي هي واقع اجتماعي مرير باعتراف أعلى سلطة في البلاد.
على المستوى الاقتصادي وجود دي بريداتور مفترسين اقتصاديا وتغول رأس المال في المجتمع، بل أكثر من ذلك أن عندما ارتبط الفعل السياسي بالرأس المال ودخل الرأس مالي للفعل السياسي، فأظن أنه كما قال ابن خلدون يجب تحية نعش على السياسة. سادسا وهو التحدي الأهم، كيف نحول تعدديتنا من إشكال إلى فرصة، لأن تعددية المجتمع المغربي الثقافية والهوياتية هو تحدي حقيقي. وهنا سأطرح البديل الأول، لأنه عندما الأهم هو أن نحول هذه التحديات إلى فرص حقيقية. البديل الأول، نحتاج إلى تعاقد سياسي من نوع جديد. المواطنة الثنائية المرتبطة بالحق الواجب هي مواطنة متجاوزة في تاريخ المواطنة، منذ المواطنة القومية إلى المواطنة الآن الكونية إلى المواطنات الدولاتية البسيطة، هي مواطنات فشلت وأثبتت فشلها، بل هناك يجب الحديث عن بدائل مواطناتية لطرح نوع جديد من المواطنة القائمة على فاعلية المواطن وليس على استهلاكته، ولا أن يكون المواطن مستهلكا للأفكار ومستهلكا للحقوق ومستهلكا لكل بنية المجتمع، بقدر ما أن يكون مساهما في الإنتاج، بل هو جزء من مصدر الثروة، بل هو جزء من تسيير وصناعة القرار. لذلك هناك نماذج حديثة يتم الحديث عليها، ويمكن أن يكون، وحنا في الشبيبة الاستقلالية طرحنا رؤية خاصة فيما يتعلق بالسياسة العمومية الموجهة للشباب والنموذج التنموي، وكان الأساس هو بناء ما كنا نسميه وما نسميه بالمواطنة التعادلية، أي المواطنة القائمة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على تقوية الدعائم الهوياتية للمجتمع المغربي القائمة على التعددية، وكما سماها الزعيم علا الفاسي الإنسية المغربية التي اعترف بها مؤخرا دستور 2011، وكان حزب الاستقلال سباقا لطرحها في وثيقة التعادلية سنة 1960، بل نظر لها الزعيم علا الفاسي سنة 1953 من كتابه النقد الذاتي، عندما طرح شكلا جديدا أيديولوجيا لم يظهر في أوروبا والدول الغربية إلا بعد سقوط جدار برلين، وهي نظرية الوسط الاجتماعي. ثانيا، بديل ثاني، أظن أن اليوم الحديث عن دعم المبادرة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي، للأسف اليوم الجميع يتحدث على ضرورة تشجيع المبادرة الاقتصادية، لكن السؤال، هل وفرنا فضاء التمكين الشباب على المستوى الاقتصادي؟ هل وفرنا تعليما يؤمن بالمبادرة الاقتصادية؟ هل وفرنا تعليما ينتج الثروة ويساهم في دفع الشباب لإنتاج الثروة؟ بل أكثر من ذلك، التعليم الحالي هو لا يوفر أي نوع من أشكال التمكين، بل أكثر من ذلك أن أشكال التمكين اليوم المجتمعية غائبة تماما عن المخيال الجمعي للمجتمع المغربي والجميع. وأنا واحد من الشباب الذي قساوة الوضع الفكري يلتجئ الإدارة العمومية مخافة الحماية الاجتماعية في ظل غياب حماية اجتماعية للشباب فيما يتعلق بالأجراء إلى غير ذلك. ثالثا، على المستوى الاجتماعي يجب اليوم أن يكون هناك منظومة اجتماعية تؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالخصوصيات. اليوم الخصوصيات المحلية والخصوصيات السوسيو اجتماعية يجب أن تكون حاضرة. اليوم يجب أن يتم بناء سياسات عمومية محلية، وأن ننطلق من القاعدة نحو الفوق، أن تصعيد السياسات العمومية وتغيير منطق إنزال السياسات العمومية، لأنه المنطق الحالي اليوم السياسات العمومية تنتج في مدينة الرباط ويتم فرضها على كل الفاعلين المحليين على المستوى الوطني، لكن في المقابل من ذلك يجب أن يتم إنتاج السياسات العمومية على المستوى المحلي، وتكون السياسات العمومية منتجة ومحافظة على الخصوصيات المحلية، وتعرف حقيقة الوضع الاجتماعي المقلق لمختلف المناطق، وتعرف الخصوصيات لكل منطقة، وهي التي ستكون الإجابة الحقيقية عن تلك الإشكالات والانتظارات. رابعا، على المستوى الثقافي تتمين تعددية التركيب الاجتماعي للمجتمع المغربي. للأسف هناك مجموعة من الفعاليات التي تحاول تجزيء هذا المجتمع القوي والغني بثقافته، وأظن أن احترام هذه الهوية وتطوير هذه الهوية وتقوية هذه الهوية وتقوية الخصوصيات الثقافية للمجتمع المغربي، لأنه لا يمكن أن نتصور مجتمع مغربي بدون ثقافة الأمازيغية، ولا يمكن أن نتصور مجتمع مغربي بدون ثقافة العبرية، ولا يمكن أن نتصور مجتمع مغربي بدون خصوصياته المحلية، لأن هذه الخصوصيات هي الدعامة الأساسية لتقوية الحضور الحقيقي للمغرب كفاعل ومركز للتنقح الحضاري. خامسا، ضرورة أن يكون هناك تصور لخلق الشراكة الحقيقية على المستوى الدولي. لا يعقل
أنه لحدود هذه الساعة على الأقل الدولة الأقرب للمغرب اللي هي الجارة الجزائر لا يوجد هناك تناقل حضاري، لا يوجد هناك زيارات، لا يوجد نضيع أكثر من جوج نقاط في معدل النمو. والزميل تحدث عن المعدلات الكارثية النمو الحالي التي لا تتجاوز 2.5% في أحسن الحالات، وفي أحسن التفاؤلات 3.2، رغم أن الحزب الحاكم الأول قال في برنامجه الانتخابي سنة 2011 7%، وفي سنة 2016 قال 7%، وما عمرنا وصلنا ل 7%. وبالتالي أظن أن الحلم وبيع الوهم كما استعير من الأستاذ العزيز للمغاربة لم يعد مقنعا ولم يعد له وجود. وبالتالي يجب أن يكون هناك تصورات، لأنه التناقع الحضاري وهو نقص مهم. أن النماذج الآن الرائدة على المستوى الأفريقي النموذج الروسي